مدينة أوكلاند النيوزيلندية من أولى مدن العالم التي استقبلت عام 2021، ولأنها سيطرت على تفشي الوباء تماماً فقد تم الاحتفال برأس السنة الجديدة كما جرت العادة، إذ شهدت أوكلاند عروضاً للألعاب النارية. وقد تم تزيين المبنى التاريخي في أوكلاند برج سكاي تاور بألعاب نارية مبهرة أضاءت سماء المدينة. لطالما جذبت احتفالات رأس العام الجديد التي تقيمها سيدني الأسترالية باعتبارها أولى المدن العالمية المستقبلة للعام الجديد بعروض من الألعاب النارية، لطالما اجتذبت اهتمام العالم أجمع، بيد أنه بسبب تأثير الوباء هذا العام تم تقليل مدة عرض الألعاب النارية في عشية رأس السنة في سيدني إلى 7 دقائق، وكان مكان العرض خالياً من الناس الذين استمتعوا بتلك العروض على مباشر بثه التلفزيون الأسترالي. أول عرض للألعاب النارية كان قلباً من الحب النارية يومض فوق جسر ميناء سيدني، وهذا يرمز إلى استقبال الأخيرة لعام 2021. أما في بياو يانغ بكوريا الديمقراطية فقد تجمع عدد كبير من الناس في ساحة كيم إيل سونغ، ومع قرع جرس رأس السنة الجديدة أقيم حفل رفع العلم الرسمي في الميدان، وبعد ذلك سطعت الألعاب النارية في سماء المدينة وأضاءت مجموعات من الألعاب النارية نهر داي دونغ. إضافة إلى ذلك تم إنشاء مسرح رائع وسط الساحة لعروض الرقص والغناء، وعمت ساحة كيم إيل سونغ أجواء مبهجة للعام الجديد. في عشية رأس هذه السنة الجديدة اختلف المشهد الاحتفالي لطوكيو عن سابقه في العام الماضي كثيراً. في معبد سينسوجي بطوكيو عندما تم قرع الجرس راح المشاركون في الأنشطة الاحتفالية يهتفون معبرين عن سعادتهم. أما في دبي فقد تلألأت الألعاب النارية والعروض الضوئية الرائعة للاحتفال بحلول العام الجديد، وشد برج خليفة أنظار العالم. بسبب تفشي وباء كوفيد-19 اختارت العديد من الدول إلغاء أنشطة عشية رأس السنة الجديدة. في السنوات السابقة كان سكان سيول الكوريا الجنوبية يذهبون عادة إلى بوسنجاق لقرع الجرس للصلاة للعام الجديد، ولكن تم إلغاء هذا التقليد الاحتفالي هذا العام لأول مرة منذ 67 عاماً. لندن هي أيضاً لم تشهد عرض الألعاب النارية المبهر على نهر التايمز كما جرت العادة، كما تم إلغاء كرنفال عشية رأس السنة الجديدة على الشاطئ في ريو دي جانيرو بالبرازيل.